احنا جميعا، انا اول يعني مذنب من راسي زي ما قال عبد الحليم حافظ حتى قدمي، انا اول واحد، انا اكثركم ذنوبا، مفيش كلام، لاني عشت كتير 62 سنه كتير، فاذنبت كتير جدا، فانا بحاول من خلال الكلام ده اصلح نفسي معاكم، يعني انا بصلح نفسي، يعني انا كاني بكلم نفسي والله العظيم. تلك الايام امبارح كان مشهد عمر بن عبد العزيز الله يرحمه نور الشريف، امبارح رحت زرت يعني اعزي بوسي ومي وساره ونوره، وقعدت مع يعني صديقاتي العزيزات ميرفت امين ويسرى ودلال عبد العزيز ورجاء الجداوي، و يعني مش عارف نكون نسيت حد، ده العزاء على الهواء مباشره، نجمتنا بوسي ومعاها مي ولا ساره مش عارف، دي ساره وده رشوان توفيق اظن ولا ايه، متهيألي كده، ده ابونا كلنا رشوان توفيق، ده هذا الرجل الجميل الرائع رشوان توفيق ده، يعني انتبهوا للراجل ده، راجل جميل جدا، يعني راجل جميل جدا. دول بقى يعني شباب، دول عمرو يوسف متهيألي، عمرو يوسف ممثل جميل جدا، يعني احنا لسه هنفضل معاهم شويه ولا هنمشي بسرعه؟ ما تخلونا معاهم شويه، خلونا معاهم شويه. فقعدت مع يسرى ومع ميرفت ومع رجاء جداوي، انا بدون القاب لانهم اصدقاء عمري يعني، وانا كنت يعني كنت وما زلت وحفضل لغايه ما اموت فخور بان انا عشت استاذ نجمنا الكبير وصديق الغالي محمود ياسين، يعني هفضل طول عمري فخور بان انا عشت معظم حياتي في مع الفنانين اللي هم دول يعني زهره حياتنا وبسمه حياتنا وفكر حياتنا، يعني بيأثروا فينا تأثير رائع، سواء كان العمل المسرحي أو سينمائي أو تلفزيوني أو إذاعي، يعني طبعا أنا شايف أن العزة كويس أنه منظم، ما فيش الضغوط اللي بتحصل ديت يعني من الناس. سلمى أزاز موجودة معنا، ده كاتبنا الكبير يوسف القعيد، طبعا أنا مش عارف مين اللي مديني ظهره دوت، بس يعني مش عارف، مش قادر ألم يعني أحدده بالظبط، بس يعني معلش يعني سلمى هتيجي. فقعدنا نتكلم في الذكريات وفي الدنيا وفي اللي بيحصل واللي في بيروح واللي بيجي، شفت في عينيهم إخلاص جميل للصداقة والمحبة. على فكرة في طوق الحمامة كتاب ابن حزم عن الحب بيكلم كلام رائع عن الصداقة، أنا هحاول أنقله لكم، يعني هحاول أخده من الكتاب وأنقله وأقراه لكم، عن عظمة الصداقة، جمال الصداقة، روعة الصديق، روعة الصديق. لذلك القرآن يقول لك صاحبه وصاحبته وبنيه، ما يقولش زوجته وبنيه، لأن الصحبة دي أجمل حاجة في الحياة، أجمل حاجة إنك أنت يبقى عندك حد تتزنق فتكلمه، عندك عيب فيقولك عليه، عندك مشكلة فيساعدك فيها، عندك فرح فيقف جنبك، عندك عزة فيقف جنبك، عندك قلق فلما تقعد جنبه تطمن كده من غير ما تتكلم. يعني ان شاء الله هجيب لكم الكلام دوت يفهمكم، يعني مش يفهمكم، انا اسف، يعني يقول لكم قد ايه الصديق دي حاجه غاليه جدا، يعني لازم نحافظ عليها جدا، لان الدنيا متوتره ومشدوده والناس عندها شويه تفاصيل في حياتها عامله لها ازعاج، يعني عامله لها ازعاج، ربنا يكون في عون الناس. انا النهارده كنت بحضر كتب كتاب الشيخ بتاع الجامع بتاعنا في القريه اللي انا ساكن فيها، فكان في حته اسمها منشيه البكاري، موجوده في يعني دلوقتي بقت في حدود هي الجيزه يعني والهرم، بس هي بقت داخله في حدود كرداسه، الناس طيبين استقبلوني كويس وكده، وقعدنا في الجامع صلينا الجمعه حضرنا كتب الكتاب، ما فيش واحد قابلني يعرفني، يعني مش كل الناس تعرفني، الا ما قال لي ما عندناش ميه. من امتى؟ من 5 رمضان بيحفروا
كبير مش عارف 46 متر عشان يجيبوا ميه حديدها كتير فوسفاتها كتير منجنيزها كتير ميه مختلطه ممكن تطلع زي ما تطلع. منشيه البكاري دي في عدد من السكان هائل يعني واحد قال لي 150 الف واحد قال 200 الف واحد نص مليون الف في عدد هائل. انا شفت مكان مكتظ بالسكان مكتظ بالسكان ينفع ما عندهمش ميه ميه يعني ممكن تكون ما بتجيش قالوا لي ما بتجيش من 5 رمضان ما عندناش ميه ودي ناس ما تقدرش تشتري ميه ما ينفعش. ست المحافظ محافظ الجيزه ارجوك بصوا لمشاكل الناس الحياتيه. انا عارف ومقدر ان الناس ان ان, إن مشاكل الناس عميقه وكتيره ومتشعبه انا مدرك ده بس في نفس الوقت في حاجات اسمها اساسيات او ضروريات يعني حاجات ضروريه ما فيش غنى عنها. يعني ينفع يبقى بيت فيه ما فيهوش ميه؟ يعني مش هقول لك الناس تستحمى ازاي انما يعني ايه ما فيش ميه يعني ازاي ازاي يعني دي مساله عايزه مراجعه جديده جدا. التفاصيل الصغيره في حياه الناس صحيح المشاريع الكبيره فوق راسنا وحاجه رائعه لكن التفاصيل الصغيره تعمل كآبه. انا مخش الحمام الصبح ما الاقيش ميه ما تقوليش بقى كاني ولا ماني ولا دكان الزلباني ولا حاجات من دي خلاص انا اتدمرت انا اتدمرت. فهي سلمى ازاز جاهزه هناخدها وبعدين نرجع نكمل كلامنا ان شاء الله اذا عندنا وقت حوالين الفكره دي التفاصيل الصغيره. سلمى مساء الخير يا حبيبتي وصفي لي الوضع عندك ومين من اخواننا النجوم الاصدقاء الاعزاء حضر. سلمى مش سمعاني انتوا فتحتوا عليها بدري يعني يعني خلينا لما تجهز نفتح عليها. التفاصيل الصغيره في حياتنا دي مؤذيه جدا. يعني انا صحيت ما لقيتش ميه نزلت متحكنن جبت ميكروباص مشيت كتير انا ماخد الميكروباص جبت توك توك الاول وبقى ميكروباص وبعدين حر لغايه دلوقتي متهيألي سابت 93 واحد ماتوا. بعدين الحكومه لم تفعل شيئا. قلنا امبارح في حلول عند الحكومه مش يقولوا ما تشتغلوش. يعني ايه ما تشتغلوش؟ يعني النهارده في قرار منع العربيات الكارو من السير في الشوارع ماشي واللي يمشي في الشارع يدفعوا غرامه 1000 جنيه ماشي. انما الخبر فيه حاجه غريبه جدا ان اللي هيتقفش ياخدوا منه الحمار يحطوه في جمعيه الرفقه بالحيوان. وبعدين ياخدوا منه البضاعه يفرقوه على الايتام. يا نهار اسود خدتوا العربيه ماشي يعني خدوا العربيه انما تاخدوا الحمار ليه؟ الحمار ده بتاع الراجل الراجل ده يدفع مخالفه ايا كانت المخالفه ان شاء الله تكون سجن شهر. انا موافق ما عنديش مشاكل في تطبيق القانون. انا مش موافق يعني انا راجل مهم يعني قصدي اقول ان دوت ممكن يرضي الناس طالما انت هتطبق القانون بشكل حقيقي وعادل مفيش مشكله. انما مين اللي اداك حق تاخد الحمار بتاعي وتاخد البضاعة اللي انا شايلها اللي هي ممكن تبقى مش بتاعتي؟ سلمى ازاز طيب يعني يعني دول سلمى سلمى مساء الخير يا حبيبتي من فضلك قولي لي الاخبار عندك ايه؟ ده حسن طبعا عارفينه نجم جميل وممثل رائع حسن الرداد من نجومنا. أنا بلخبط مين؟ طيب معلش الفنان الكبير نور الشريف. طيب العزاء أقيم بعد صلاة المغرب على طول وكان في استقبال الفنانين الفنانة نورة والفنانة كوسي وسارة ومي نور الشريف ووفد عدد كبير جدا من الفنانين على رأسهم الفنان محمود ياسين وعزة العليلي والفنان محمود حميدة وعمر يوسف وغيرهم من الفنانين كتير ومن الفنانات السيدات ليلى علوي وشهيرة وبوسي شلبي وغيرهم أيضا كتير. طبعا في حالة من الحزن بتسيطر على جميع الفنانين اللي لحد دلوقتي مش مصدقين إن ده آخر مطاف لأستاذ نور الشريف وفي أماكن مخصصة لوجود الصحفيين علشان ما يحصلش ازدحام جوه سرادق العزاء. سلمى أنت عايزين يعني طيب سلمى إحنا هنرجع لك تاني إن شاء الله
ويعني اذا استطعت ان انت تخلي حد من نجومه، لو ان انا ما بحبش اضايق حد في مثل هذا الموقف، يعني اذا كان حد موجود يحدثنا عن نور الشريف يبقى كويس، انما ما تضايقيش حد عشان ما حدش يتضايق مننا عن نجوم، بسبب انه ما يحصلش ازدحام او اي مشاكل قدام سرادق العزاء. كويس، خلاص تمام. اللي واخد القرار ده رجل موفق، ده قرار كويس جدا. انا بشكرك يا سلمى جدا، ونرجع لك تاني بعد شويه ان شاء الله. مين؟ اشرف زكي خد القرار ده، قرار حكيم. انا بدعو زملائي ان احنا نعمل ايه بقى، نعمل زي ما بتشوفوا في الاجانب لما يكونوا داخلين مؤتمر، يعملوا كده حاجز وموجود فيه زمايلنا الصحفيين والمصورين، موجود في مكان في مدخل العزاء، يتعمل لهم مكان مهما كان مساحته، يعني يعملوا المساحه اللي ترضي اخواننا الصحفيين والمصورين، ويقفوا فيها يصوروا زي ما هم عايزين. النجم او الفنان او الشخص اللي عايز يتكلم يروح يتكلم معاهم، اللي مش عايز خليه يعني على راحته. يعني نرجو ان ده يكون موجود. وبعدين وداع نور الشريف كان وداع شعبي عظيم جميل جدا جدا، ووداع انساني، ووداع رفاق عمره كانوا موجودين كلهم. طبعا الاسماء اللي قالتها سلمى دي مش كلهم، طبعا انا عارف ان هم كلهم بلا استثناء موجودين في العزاء، بس دول اللي شافتهم سلمى. يعني قالت ليلى وإلهام، طبعا يسرى موجودة وميرفت موجودة ومنى زكي موجودة، وكل فنانين ومنى شلبي، كل الجيل دوت واللي بعده واللي بعده كلهم أنا متأكد موجودين. بس لكن أنت لما تبقى سواء في صحفي على الصوان تغطي أو على باب العزاء بتشوف ناس، وفي ناس ما بتشوفهاش، يعني في ناس ما بتشوفهاش. لكن يظل في نقطة أساسية، نورا امبارح قالت لي، انت قلت يوم اللي هو يوم الاربع انه الرئاسه ومجلس الوزراء ما كانوش موجودين في يعني عزاء نور الشريف. قالت لا، فيه ثلاث لواءات جم ويقدموا لنا العزاء من رئاسة الجمهوريه. طبعا ده كويس جدا. فانا قلت لها ده كويس جدا، وده اجراء معتاد في حاجه اسمها احنا نسمع عنها وتشوفوها في الجرايد، امناء رئاسة الجمهوريه مهمتهم ايه؟ الإنابة عن رئاسة الجمهورية وعن الرئيس في تقديم واجب العزاء، وده شيء جميل جدا وعظيم جدا. وتلاقوا في العزاء اللي هو يعني يكون صاحبه له يعني شأن ما، بيبقى في كرسي مخصوص لمندوب رئيس الجمهورية. لكن الفنانين الكبار ما يتودعوش كده، مع كل التقدير للسادة اللواءات اللي راحوا. أنا قلت لنورة كده امبارح، قلت لها لأ لأ، الفنان الكبير يعني ام كلثوم عظيمه فيما غنت وفيما قدمت في فن الغناء، نور الشريف هكذا في فن التمثيل عظيم، عبد الحليم حافظ عظيم فيما قدمه في فن الغناء. فانا مش يعني مش شايف التقدير الذي يجب ان يكون، يعني الفنان لا حاجه تانية، مش انه احسن ولا تفضيل، لانه الفنان اللي عارف ان هو مسؤول عن كل دور وعن كل كلمة وعن كل حاجة بيعملها وعن كل حركة خارج اطار حياته، يعني الخاصة مالناش دعوة بيها، انما لما يتواجد في مكان عام يتصرف ازاي، لما يقعد مع ناس يتصرف ازاي، لما يقعد في مؤتمر يتكلم ازاي، لما يروح بيته يقعد يقرأ في كتب وكتب وكتب. فيبقى الفنان دوت لابد أن يعامل معاملة مختلفة من الدولة. لكن على كل حال اللي حصل حصل، لعل السادة المسؤولين يراجعوا أنفسهم في وداع فنانينا، ونتمنى أنهم ما يراجعوش نفسهم ومحدش يمشي من فنانينا. لكن ما زالت هناك فرصة.